أنا خلصت دراستي خلال هذيك السنين، درست سايكولوجي بالجامعة العبرية غاد بهار هاتسوفيم بجبل الزيتون. أنا جورج حليس، عمري 23 سنة، من سكان البلدة القديمة حارة النصارى، مسيحي كاثوليكي طبعا. من بين الطرق العديدة التي تلتزم بها حراسة الأراضي المقدسة من أجل دعم السكان المسيحيين المحليين، يعني أنا بعد ما خلصت جامعة وهيني بشتغل هلأ بالرعية، برنامج المنح الدراسية الذي يهدف إلى تمويل الدراسة الجامعية للشباب والحيلولة دون اتخاذ القرار بالسفر إلى الخارج للدراسة ثم البقاء هناك. صراحة في كتير شباب عنا عم تستاء من الوضع الحالي وبتحب تسافر بريت البلد عشان تلاقي فرص أحسن. كان عندي فكرة صغيرة إنه أطلع برا أكمل دراستي بأمريكا، كنت حابب أدرس ثيولوجي، بس صراحة إنه أنا بحب البلاد تاعت المسيح، بحب أضل بالأرض اللي عاش فيها المسيح، بحب أضل هون. يعني إذا نحن كل المسيحية تركنا هون ما راح يضل حدا موجود. في معظم الحالات لم يعد أولئك الذين ذهبوا للدراسة في الخارج من أجل العيش هنا مرة أخرى. تريد حراسة الأراضي المقدسة مساعدة جميع الناس على البقاء في هذا البلد، وخاصة المسيحيين الشباب. لقد تمثلت الخطوة الأولى بتزويدهم ببرنامج دراسي عادي بتكاليف منخفضة من خلال مدارسنا، وكانت الخطوة الثانية هي تزويدهم بمنح دراسية في الجامعات. يتم في كل عام تقديم ما مجموعه 500 منحة دراسية، وأكثر التخصصات الدراسية المطلوبة هي الاقتصاد والعلوم والطب والهندسة. طلابنا اليوم منفتحون على جميع الجامعات. لقد لاحظنا في السنوات الأخيرة أن هناك ميلاً متزايداً من جانب طلابنا المسيحيين في القدس إلى الالتحاق بالجامعة العبرية، أو على الأقل الدراسة في المجالات المتوفرة في إسرائيل. لكن لا يزال هناك إقبال على الجامعات الفلسطينية، ولا سيما جامعة بيت لحم وجامعة بيرزيت والجامعة العربية الأمريكية في جنين، وذلك بسبب التخصصات التي تقدمها. وما يجذب الشباب بصورة أكبر هو التخصصات، ومن ثم سهولة العثور على عمل.